صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده في صباح يوم جديد من نهارك سعيد. النهارده هنكون موجودين معاكم لمده ساعتين مباشره على الهواء. طبعا هيكون معانا النهارده فقرات ليها علاقه بالحياه السياسيه والاجتماعيه اللي بنعيشها في مصر. وقبل ما نقول لكم ايه هي فقراتنا النهارده، صبح على مي. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا ساره، صباح الخير مره ثانيه على كل اللي بيتابعونا النهارده. خلاص يعني النهارده 4 اغسطس، فاضل يومين اثنين وان شاء الله يكون افتتاح قناه السويس الجديده. فانا حاسه ان هو صحيح العد التنازلي بدا من فتره، لكن احنا خلاص دلوقتي بنتكلم في بعض ساعات وهتبتدي الاحتفال بالحدث الاكبر والاهم في مصر اللي احنا بقالنا سنه مستنيين. وصحيح من سنه واحده كان ممكن يكون خيال علمي، انما دلوقتي فجأة بقى حقيقة، وفجأة الحقيقة دي خلاص بنحتفل بيها. مظبوط كده، يعني استنوا وان شاء الله ان شاء الله هيكون اكيد على كل شاشات التلفزيون في نقل مباشر لكل فعاليات الاحتفال. مظبوط كده، عندنا ايه صورة وان شاء الله تكون يعني زي ما بيقولوا فتحة خير على البلد دي وعلى اهلها وعلى ناسها، واكيد احنا لينا دور كبير قوي 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 في الحكايه دي. النهارده هيكون معانا في فقره الصحافه وسرد سريع لاهم المنشطات والعناوين الصادره صباح اليوم مع ضيفنا اللي هيكون موجود معانا النهارده في الاستوديو، الكاتب والصحفي الاستاذ محمد البعلي. نو فيكست ادرس، دي صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تحديدا على الفيسبوك. الصفحه بتدعو الناس كلها اللي بتخاف من السفر او بتستغل السفر او بتلاقي فيه عبء كبير جدا ان هي تحضر لسفريه، بتقول لهم ازاي بسهوله جدا وبتكلفه بسيطه ان هم ممكن يحضروا لسفريه خارج مصر ويقدروا ازاي يستمتعوا بيها على اكمل وجه. وهيكون معانا في الفتره دي مؤسس الصفحه محمود مصطفى كامل. الدكتور فاطمه الشناوي هتكون موجوده معانا النهارده في الاستوديو، هي خبيره العلاقات الاسريه. طيب الموضوع النهارده اللي هنتكلم فيه مع الدكتوره فاطمه هو التعلق المرضي او الحب المرضي، وده بنشوفه كتير حوالينا ويمكن كمان اتعالج اكتر من مره في اعمال فنيه كتير شفناها، انه ازاي الام ممكن تكون بتحب ابنها زياده عن اللزوم فبتتدخل في حياته الزوجيه، ازاي ممكن تكون الصديقه بتحب صديقتها لدرجه انها تتدخل في حياتها. يعني فهو ده موضوعنا النهارده، واتمنى ان انا اسال الاسئله اللي تدور في اذهانكم ونحاول نعالج عشان الموضوع. عشان ناس كتير قوي بتعاني من الموضوع ده على فكره، طبعاً. يعني هو فعلا شيء مرضي بينتشر ما بين الناس. كمان عندنا النهارده نقيب الفلاحين استاذ علي القبلاوي هيكون معانا في اخر فقره بنتكلم فيها كمان على قناه السويس الجديده، ولكن مش هنتكلم عليها بوجه عام، هنتكلم تحديدا على ازاي ممكن يستفيد الفلاح المصري من المشروع الضخم الكبير جدا جدا اللي كلنا مستنيينه زي بقيه القطاعات ومؤسسات الدوله، كلنا بيعود علينا نفع معين، كمان على الفلاح المصري هو كمان بيكون من المنتفعين بيه. الخبير الاستراتيجي باكاديميه ناصر دكتور اللواء الدكتور خالد اسماعيل، هنتكلم معاه عن قناه السويس الجديده، واكيد هو ده شغلنا الشاغل دلوقتي، واكيد السبوت لايت اليومين دول هيكون على قناه السويس، وازاي ممكن استفيد من قناه السويس، وايه اللي هتديره قناه السويس على البلد دي، وهل المشاريع والاستثمارات اللي هتتم هناك هترجع بفايده ونتيجه سريعه على حياه الفرد او حياه المواطن المصري اليوميه امتى وازاي، ده اللي برضه هنعرفه النهارده من خلال فقرتنا دي. بعد الفاصل على طول هنبتدي معاكم كالعاده بفقره الصحافه وقراءه لاهم عناوين الصحف اليوميه، خليكم معانا.